أو بناء على يعني رغبة من ملحن أو مغني، فهذا يعني لم أمارس حتى الآن. بيحدث صراع بين الفنانين على قصايدك في الفترة كثير الأخيرة، كثير حاصل صراع بين الفنانة نجاة والأستاذ عبد الحليم على قصيدة، نعم. إيه حكايتها؟ حكايتها بسيطة، وهو أنه كنت في القناة الـ11 في بيروت في مقابلة مع الأستاذ عادل مالك في سجل مفتوح، وقرأت قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء، وكان موجود الأستاذ عبد الحليم وسمع القصيدة لأن كنا في نفس الاستوديو عم نسجل. فبعد ما انتهى التسجيل يعني وقفت أنا وعبد الحليم وقال لي: يا نزار، أنا عاوز القصيدة دي. قلت له بكل سرور. قال لي: ممكن تكتب ليها على ورق؟ كتبت له إياها على ورق وأخذ. وغابت المدة، يعني راح عبد الحليم، راح للقاهرة، وبعدين سافر عدة سفرات، وسمعت أنه كان مريض. إلا أنه عبد الحليم يعني لم يقل لي شيء عن القصيدة. ومر حوالي سنة ونص على الموضوع، وأنا كنت أشعر أن القصيدة مهملة أو لن تجد طريقها للتلحين. طبعا عبد الحليم سمعت أنا منه حين جاء أنه هو أدى القصيدة الأستاذ محمد الموجي ولحنها، وحتى سمعني المقطع الأول منها. وبعدين لم أسمع شيء من عبد الحليم، يعني زار بيروت هو عدة مرات لكن لم أسمع خبر عن القصيدة. فجأة بعد مرور سنة ونص جاءت إلى هنا سيدة نجات وطلبت مني أن تغني القصيدة. فقلت لها: يا نجات، أنا مرتبط ارتباط أدبي بعبد الحليم، لأن عبد الحليم أخذ القصيدة مني، وأنا لا يمكن أن أسمح بغناء هذه القصيدة إلا ما أعرف عبد الحليم عمل فيها إيه يعني. فقالت لي: لا، أنا يعني اشتريت القصيدة من الموجي. قلت لها: ازاي؟ قالت لي: هذا كتاب من الموجي. وفعلا قريت كتاب بيقول في الموجي اني انا بعت السيدة نجاة قصيدة، لحن قصيدة نزار قباني رسالة من تحت الماء. وقالت لي نجاة: يعني انا اصبح عندي حق فيها. قلت لها: طيب برضو انتظريني، يعني فرصة، أعطيني، أديني فرصة من الزمن لحتى أتصل بعبد الحليم. وبالفعل يعني قام بعض الأصدقاء الطرفين بالاتصال تليفونيا بعبد الحليم في القاهرة، ووعد عبد الحليم أنه يكتب لي أو يبرق لي في الموضوع لحتى يشرح لي الموقف. ولحتى الآن حقيقة لم أستلم من عبد الحليم أي شيء، لذلك اعتبرت أنه الأصيل يعني العملية منتهية. وبحب أضيف إلى ذلك أني أنا كشاعر إلي كبرياء وإلي كرامة، ولا أسمح لا لمغني ولا لملحن أنه يستبقي عنده في الجارور قصيدة سنتين وثلاثة، لأنه الحقيقة يحدث كما حدث بالنسبة لرسالة من تحت الماء أنه أكثر من ملحن وأكثر من مغني طلب القصيدة. فأنا في سبيل يعني أنه أنقذ شعري هي من الأهمال، سأحدد بالمستقبل فترة زمنية لكل من يريد أن يغني قصائد.